تقوله خلينا نجرب أكل اليمني في مطعم يمني اسمه سبأ. مطعم سبأ أكلات يمنية تقليدية. دينا واحد حميز وواحد مقلقل والرز حجم قد ايه؟ حجم قد ايه اللي 5 ريال قد ايه؟ هو نتيجه طبعا مع الحليب اللي جمعه هو اللي ايه؟ ده مطعم يمني الاكلات كلها يمنيه يعني تقليديه بتاعت الشعبيه اللي بتاعت اليمن الشعبيه يمنيه اصليه. والحنيز كل شيء جاد ما شاء الله ما شاء الله. طيب زي ما قلت لها عاوزين واحد حنيز وواحد مقلقل. ايش كمان؟ ايه؟ ايش كمان؟ دبس ولا شاي حلا مصبوب عليك المحتويات؟ شاي دينا شاي بس طبعا ايه السكر خريب بس واحده اللي واحد شاي مش مرات هو كاسة شاي لا اثنين ماشي شكرا. ده تبعنا طيب؟ فين ده تبع مين؟ ده تبعنا ده طيب؟ مش فين؟ ايوه بدل الشاي هو فين بقى فين الحنيز؟ ايوه ايوه بارك الله فيك السكر خارجي طيب ماشي ايوه العمليات يلا مين هياكل؟ مين هياكل معانا اكل يمني؟ ليه؟ هتاكل معانا اكل يمني؟ ليه؟ في حنيز مقلقل حنيز وجلجل جلجل وحنيز ده المقلقل ده شوف ده يعني ده الحنيز ده هو ده الحنيز؟ الحنيز هو الحنيز ده بتاع احمد حلمي في فيلم اكس لارج يلا اتفضلوا بالهنا والشفا الشفا ايه الشفا دي؟ بالهنا والشفا وعيش يمني اليمني كله يمني يلا بسم الله.